بيكم، صباح الخير، صباح البلد، حلقة جديدة وفقرة جديدة صحية معاكم. الحقيقة أنه في حالات كتير بيكون أو بتكون الجراحة هي علاج انسداد الحيوانات المنوية وبتؤدي لاستعادة الخصوبة. في حالات تانية بيكون إصلاح مثلا دوالي الخصية هو اللي بيكون قادر على استعادة القدرة على الحمل مرة أخرى. حلول كتير وأسئلة كتير في الموضوع ده، انعدام الحيوانات المنوية. خلينا نعرف إيه أحدث العلاجات وإيه أبرز الأسئلة اللي بتسأل في الموضوع ده، مع دكتور أحمد عصمت، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. أهلا بيك يا دكتور أحمد، صباح الخير. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين كلهم. أهلا بيك، منورنا. بداية عايزين نعرف كده، قلنا العادي الطبيعي في موضوع انعدام الحيوانات المنوية، هل بنسبة كام ده بيحصل، وايه الطبيعي اللي نقيس عليه انه في نقص او في انعدام؟ خلينا نتكلم الاول اساسا يعني ايه انعدام حيوانات منوية. في مرضى كتير بتبقى عندها فكرة ان انعدام الحيوانات المنوية يعني مفيش سائل منوي بيخرج منها. لا، السائل المنوي ممكن يكون بيخرج بصورة طبيعية جدا، ممكن في بعض الحالات تكون كميته قليلة، لكن المشكلة بتحصل ان مفيش حيوانات منوية اللي مسؤولة عن الإخصاب نفسه أو الإنجاب بتظهر في التحليل ده. عشان أقول إن المريض ده فعلا مريض انعدام حيوانات منوية، بحتاج حاجتين. لازم على الأقل يكون المريض ده عمل تحليلين سائل منوي ما ظهرش فيهم أي حيوانات منوية، وإن يكون التحليل ده اتعمل في مكان متخصص. ساعات إحنا بنتفاجئ إن المريض عمل تحليل سائل منوي عادي في مكان مش متخصص وتشخص إن هو مريض انعدام. طبعا أنت عارفة بتبقى صدمة كبيرة جدا. نفس المريض ده ممكن يعمل تحاليل تاني نلاقي فيه حيوانات منويه. ده بيتوقف على نوع الميكروسكوبات المستخدمه والدكتور المعمل الموجود. فعشان نقول دايما ان ده مريض انعدام حيوانات منويه، لازم الشرطين دول يفرقوا معايا جدا. ولازم يعمل مرتين تحاليل. ده على الاقل ممكن ثلاث مرات كمان. لانه ممكن في مره ما يظهرش، ممكن في مره تانية وارد. يظهر ده وارد. وارد طبعا يظهر. طيب احنا عايزين نعرف برضو، ادينا ارقام او نسب مئويه. بنسبه كام يتقال ان عندي انعدام، وبنسبه كام يتقال ان انا طبيعي؟ المرض عموما انعدام الحيوانات المنويه على مستوى العالم بيمثل 1% من الرجاله، يعني 1% من رجاله العالم ممكن يصابوا بانعدام الحيوانات المنويه. لو قسنا على مصر مثلا، عندنا 50 مليون راجل، بنتكلم في حوالي 500 الف راجل ممكن يكون مصاب بحالات انعدام حيوانات منويه. طيب بتمثل قد ايه من مرضى انعدام الحيوانات المنويه؟ احنا بنتكلم من مرضى تاخر الانجاب حوالي من 15 ل 20% من الحالات. يعني انا عندي في العياده مش اقل من 30 ل 40% من المرضى ممكن يوصلوا ان هم يكونوا حالات انعدام حيوانات منوية. دي النسبة بشكل يعني كأرقام يعني. اللي يهمنا أكتر من النسبة كمان إيه الأسباب؟ كنت لسه أسأل حضرتك. طبعًا إحنا هنخش في العلاجات طبعًا، فإيه الأسباب فعلًا طبية وحياتية؟ جميل. في أسباب خلينا نقسمها لجزئين كبار الأول. يعني كديت كسبب لإن إحنا نوصل إن مفيش حيوان منوي بيظهر في السائل المنوي. اول مجموعه ان ما بيكونش فيه يعني ان الخصيه بتنتج حيوانات منويه عادي خالص، بس في انسداد في الطريق. الحيوان المنوي ما بيخرجش بصوره طبيعيه نتيجه وجود انسداد، ممكن يكون من اول الخصيه نفسها، البربخ، الوعاء الناقل نفسه للحيوان المنوي، اي مكان من ده ممكن يحصل فيه انسداد، ممكن يوصل المريض ان هو ما يكونش فيه حيوانات منويه في السائل. عظيم. دي مجموعه، ودي المجموعه السهله في العلاج واللي بيكون نسب نجاحها احسن بكتير. طيب المجموعه الثانيه اللي هي الخلل الوظيفي او الضعف الوظيفي نفسه اللي بيكون موجود في انسجه الخصيه، دي ليها اسباب كتير. اسباب يا اما على مستوى الغده النخاميه نفسها وافرازها للهرمونات المنشطه للخصيه، او ان يكون عندي مؤثر خارجي هو اللي وصل للخصيه دي انها ما تنتجش حيوانات منويه. يعني في مريض ممكن يكون بيطلع حيوانات منويه في وقت من الاوقات، وبعد نتيجه ظرف خارجي يبتدي ياثر على الخصيه دي لدرجه انها توصل ان ما فيش حيوانات. ايه الظرف الخارجي منوية؟ يعني طيب ممكن نقولها حتى من باب الوقايه، يعني ممكن الراجل يعني ازاي يحافظ على نفسه انه ما يوصلش لحاله انعدام حيوانات منويه. من اول الطفوله خالص، من اول ما هو يكون طفل صغير لازم الام تتاكد
ان مفيش خصية معلقة، ان الخصية موجودة في مكانها. طيب لو موجودة لازم تتعالج في الوقت المناسب، يعني ماكسيموم احنا بنتكلم من 6 شهور لسنة، ما ينفعش تأخر عن كده. كل ما بالوقت بيعدي عليا كل ما ممكن الخصية دي توصل ان هي انعدام حيوانات منوية. طيب كبرنا شوية، مرحلة البلوغ حصلت ازاي؟ اتأخرنا فيها ما تأخرناش؟ كل ما انا قدرت احافظ على الطفل ده قبل ما يدخل في مرحلة البلوغ، كل ما انا حافظت على القدرة الإنجابية بتاعته. عندنا 10 أسباب مثلا التواء الخصية، ده وارد يحصل. فبالتالي لو الطفل بيشتكي من أي شكوى في منطقة الخصيتين، وجع بيمسكها، يعني حاسس إن في مشكلة في المكان ده، لا لازم الأم تكون مركزة جدا مع الطفل وتسرع لمراجعة الطبيب يعني. طيب عندنا مثلا سبب تاني برضو مشهور جدا ممكن يوصل إن المريض يوصل لحالة صفر حيوانات منوية، زي دوالي الخصيتين. لو دوالي الخصيتين موجودة بنسبة كبيرة جدا ممكن توصل المريض ده يا إما يكون بيطلع ساعات في السائل المنوي وأوقات ما يطلعش، أو يوصل تحليل السائل المنوي إن هو يبتدي يقل تدريجيا لحد ما يوصل إن ما يكونش فيه حيوانات منوية خالص. عندنا برضو طبعا العلاج الإشعاعي، علاج كيميائي. لو في مريض مثلا هياخد علاج من ده لازم يزور الأول دكتور الذكورة، لأن أنا ممكن أجهزه أو أحافظ له بشكل معين على أنسجة الخصية قبل ما يبتدي رحلة العلاج ده. وبالتالي إحنا بنحافظ على القدرة الإنجابية للمريض. ده بشكل عام أشهر الأسباب وأكتر الحاجات اللي ممكن المريض يعني يحاول. خليني كمان اقف هنا يا دكتور قبل ما نروح للعلاج عشان نتكلم فيه برضه باستفاضه. حضرتك قلت احنا اتكلمنا عن الهرمونات اللي من الغده النخاميه، اتكلمنا ان ممكن يكون الطفل هو صغير، اتكلمنا على بعض الامراض اللي موجوده اللي ممكن تؤدي لانعدام الحيوانات المنويه، لكن عايزين نقف برضه عند حته انه اللايف ستايل بتاعي بالزبط. ممكن بالزبط. ازاي ياثر سلبا يعني العادات. طبعا بس دايما القدره الانجابيه هي جزء من الصحة العامة للراجل. كل ما انا اقدر ان انا احافظ على الصحة العامة ليا، كل ما انا احسن مش القدرة الانجابية بس والقدرة الجنسية كمان. بمعنى ايه؟ اشهر الاسباب اللي ممكن تأثر على القدرة الانجابية التدخين. بالظبط. الكحوليات. المخدرات. السمنة مثلا. السمنة طبعا كل اضرارها، يعني السمنة ممكن بتأدي يعني يحصل تصلب في الشرايين. اللخبطة اللي بتحصل في الدهون نفسها في مستوى الدم ممكن توصل ان يحصل مرض سكر. ممكن يعني السمنة ليها اضرار كتيرة جدا بتأثر على الصحة العامة للمريض. كل دي يعني بشكل عام الاسباب اللي ممكن توصل المريض ان هو يبقى في خلل في القدرة الانجابية للمريض ده. تمام. طيب هنبدأ بالعلاج يا دكتور. احنا اتكلمنا على أسباب متعددة، في هرمونات، في مؤثرات خارجية، في أمراض داخلية. بتبدأوا ازاي بقى أول ما الدكتور قصدي أول ما المريض على طول بيجي على طول، ايه الأسئلة اللي انت بتسألها له وهو ايه الأسئلة اللي بيسألها لك تخوفا؟ يعني احكي لنا لو حالة عندك مثلا. احنا دايما في مريض ينعدام الحيوانات المنوية احنا لينا 3 أهداف مع المريض. أول هدف ان انا اطلع ان المريض ده يبقى مريض طبيعي، يخلف بشكل طبيعي. ده هدف لينا في العلاج. بيحصل بيحصل مع بعض المرضى اغلبهم ان هو يكون مريض مثلا عنده انسداد، مريض عنده انسداد في مكان معين على مستوى القنوات القاصفه. ده ممكن عن طريق عمليه بسيطه جدا، ندخل بالمنظار مفيش اي فتح جراحي، بنشيل الانسداد ده. المريض ممكن يتحول من مريض انعدام حيوانات منويه ان هو مريض بيخلف بشكل بيخلف بشكل طبيعي. وساعات المرضى دي بالذات بتدخل في مشكلة كبيرة ان هو لو يعني تابع مع حد غير متخصص ممكن يلاقي نفسه اساسا بيعمل عينة خصية. يعني هو تشخص ان هو انعدام حيوانات منوية بس ادخل اعمل عينة خصية. الممارسات دي للاسف بنشوفها، على الرغم من ان انت لو المريض ده قدرنا نوصل للتشخيص بتاعه ان مثلا زي ما بقول لك في انسداد وتعالج المريض ده بيمارس حياته. الانسداد ما ينفعش تبداوا معاه بادويه، بتخشوا على طول بجراحه لو مسكنا طبعا الانسداد ده حاجه ميكانيكيه هي اللي منع خروج الحيوانات المنويه، فلو انا قدرت اشيل السبب ده المريض مش محتاج علاج الا لو في مشكله ثانيه مصاحبه للانسداد زي الخلل الهرموني مثلا. ساعات المريض بيكون فيه اكتر من سبب مش سبب واحد، فلو فعلا في خلل هرموني ثاني مصاحب ليه
برضو زي انه يكون ضعف على مستوى الغده النخاميه. المريض ده لو خد علاج وصوره مظبوطه والجرعه بتاعته اتاخدت مظبوطه، المريض ده بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي وبيتحول برضو لمريض ممكن يخلف طبيعي. طيب الهدف الثاني ليا في العلاج، رحله العلاج، ان انا لو انا المريض ده ما خلفش بصوره طبيعيه انه على الاقل يطلع في السائل المنوي. انا لو قدرت ان المريض يطلع حيوانات منويه في السائل المنوي انا جنبت المريض ده دخول غرفه العمليات. اه طبعا يعني فده هدف، وهدف بيحصل في نسبه مش قليله من المرضى. احنا بنتكلم يعني في 20-30% من المرضى، لان ده ممكن يكون خطه من يعني طريقه من طرق العلاج. اخر حاجه خالص، ان انا لو على الاقل ما ظهرش حيوانات منويه في تحليل السائل المنوي واحتجت ان انا اعمل عينه ميكروسكوبيه، انا زودت نسب البؤر او البؤر المنويه اللي انا بحتاج ادور عليها بالميكروسكوب عند المريض ده، فبالتالي نسب النجاح بتزيد جدا، بتوصل ل 40-60% في علاج المرضى دول. فعشان كده دايما بناكد ان مريض انعدام الحيوانات المنويه لو من الاول قدرنا نمشي خطوات علاج مظبوطه، اتشخص من الاول صح، عرفنا ايه السبب، لا المريض ده يعني نسب النجاح كتير جدا ليه جدا يعني. صحيح. بس في مرضى للاسف الشديد بيسمعوا كلام صعب جدا، يعني هم ممكن اول ما يلاقي ان هو انعدام حيوانات منويه ممكن يسمع من دكتور انت مفيش امل، الحالات دي يا ابني صعبه ما تحاولش. الكلام ده مش حقيقي خالص، نسب النجاح بتوصل ل 40-60%. اه طبعا. طيب في مشكله تانية برضو، ان المرضى بتبتدي تدخل على الانترنت تبتدي تسمع كلام متناقض جدا وكلام ساعات بيلخبطهم اكتر وبيدخلهم في حيره اكتر. اعمل عينه على طول ما اعملش، اخد علاج الاول ما اخدش، طب هرمون الاف اس اتش عالي هرمون الاف اس اتش قليل، كل الحاجات دي بتعمل ضغط على المرضى، وبالتالي هو ما بيبقاش ساعات عايز يبتدي حتى خطوات العلاج، يقول لك لا انا خلاص. وده مش صح. انت مريض زي اي مريض تاخر انجاب، نسب النجاح هتكون عاليه جدا زي ما اتفقنا لو احنا مشينا خطوات العلاج مظبوط. هنا يا دكتور فكره خبره الطبيب وخبره المكان قد ايه بتفرق؟ يعني قد ايه بتوفر على المريض كل حاجه، وقت وفلوس وجهد؟ طبعا من اول التشخيص، يعني ان الدكتور يقدر يشخص المريض الاول، دي حاجه مهمه جدا. طيب انا شخصت المريض، طب انا هعمل له عينه او هدي له علاج، هدي له علاج لقد ايه؟ هل العلاج ده فعلا مناسب لحالته؟ احنا ساعات بنفاجئ ان في روشتات مطبوعه، المريض بياخد كم من الادويه هو مش محتاجه لمجرد ان هو سمع ان لازم اخد ادويه. لا، كل مريض الخلل اللي عنده بيختلف من مريض للتاني. طيب نوع الميكروسكوب اللي بيستخدم كل مكان؟ طبعا كل مكان. يعني في ناس بتفكر برضو ان الميكروسكوب العادي اللي هو النضاره اللي هي المكبره اللي بنستخدمها ان هي دي الميكروسكوب، دي تكبيرها بيكون 2 أو 4 اكس بكتير. امال ده كام؟ لا احنا بنتكلم في 16 و25 وبتوصل ل 40 اكس، وانا بقدر استخدم كل الـ يعني التكبير ده ان انا اقدر اوصل للبؤر المنويه. صحيح. طيب هل ده بس كده؟ لا، المعمل كل ما بيكون المعمل مجهز، ان دكتور المعمل نفسه فاهم يعني ايه حاله تاخر انجاب، فاهم يعني ايه قد ايه المريض ده بيعاني نفسيا، الاسره دي كلها مستنيه خبر طبعا ان انا لقيت او ما لقيتش، فبياخد وقت طويل جدا في ان هو يدور على الحالات المنويه دي، الاجهزه اللي معاه نفسها تكون اجهزه حديثه، كل ده طبعا بيفرق في نسب النجاح. فلا التشخيص، المكان، جودة الأجهزة، كل ده طبعا بيفرق. والأهم من كده أن تكون الحالة النفسية للمريض كويسة. إحنا بنتعامل مع مريض لازم نهتم معاه برضو بالجزء النفسي. صحيح. يعني التمريض بتقوله أنت مفيش انعدام، يعني أن مفيش حالات منوية، ده مش خبر صادم. طبعا يعني أنت مش هتخلف تاني. فلا، كلمة دي صعبة قوي نقولها لأي أي مريض، يعني نادرا ما بنقولها. كل يوم في جديد في الطب، احنا كان زمان ما كانش فيه مثلا حقن مجهري خالص. النهارده لا، الحقن المجهري حل مشاكل كتير لمرضى كتير، كل يوم في جديد فيه. احنا بنشكرك يا دكتور ونورتنا وافدتنا. شكرا ليك يا دكتور. دكتور احمد عصمت استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره، بنشكره شكرا جزيلا. وكمان بنشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده وفقرتنا من صباح البلد، وبكره نشوفكم على خير ان شاء الله.